بسم الله الرحمن الرحيم. وفيها الشفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي، تعالوا ندخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وأدب وسكينة. تعالوا نستشعر المعنى الإيمان الجميل ده. احنا داخلين بيت أسعد رجل في العالم، البيت دوت هو أسعد بيت وجد على وجه الأرض. تعالوا نشوف ايه اللي موجود في البيت ده عشان نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ونعيش زي معاش النبي ونسعد زي مساعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي، اوعى تنسى التأشيرة، صل على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. كلمنا في الحلقة الماضية والنهاردة حوار معاقد الجزء الثالث، وربنا يا رب يبارك يا رب لإخواننا وأخواتنا ويرزق كل أخواتنا بأزواج صالحين، قولوا آمين. طبعا دي أكتر حاجة تأملوا عليها، ربنا يبارك فيه جميعا رب العالمين ويرزقهم إن شاء الله الذرية الصالحة اللي تعمر الكون كله بأنفاس الطائعين يا رب العالمين وجباه الساجدين لرب العالمين، اللهم آمين. كلمنا في المرة اللي فاتت لو تفتكروا حضراتكم عن الكفاءة في الزواج، قلنا قبل ما تجوز بنتك وقبل ما تتجوز حضرتك شوف مين هو الكفء اللي ممكن يتقدم لبنتك ومين هي الإنسانة اللي فعلا تكون جديرة بأن هي تحمل اسمك وفيما بعد تربي أولادك. كلمنا عن الكفاءة وقلنا يا جماعة أن اختلف أهل العلم في مسألة الكفاءة في الزواج. بعضهم قال ان الكفاءة المطلوبة يا جماعة هي الكفاءة فوقنا، لازم نتعلم الأفور ان لا، لابد احنا نراعي ان الاصل في الكفاءة فعلا هي الكفاءة في دين والخلق، لكن ده ما ينبغيش من خلاله ان احنا نهمل بقية الكفاءات، يكون في كفاءة الى حد ما في تقارب يعني في المال وفي الناحية التعليمية والناحية الاجتماعية وناحية السن وناحية التعلم والى غير ذلك، عشان يكون يطبقون الرأي يا جماعة. وان كان الكفاءة المطلوبة فعلا هي الدين والخلق، لان ما يحلش ابدا ان واحد فاسق يتزوج انسانة مؤمنة طائعة لله سبحانه وتعالى، وما ينفعش ان واحد كافر يتجوز واحدة مسلمة. لكن عايزين نقول يا جماعة الخير ان احنا برضو عشان ننزل على ارض الواقع لازم نراعي برضو ان يكون فيه تقارب. ما بقولش الاثنين لازم يكونوا زي بعض، هي ملياردير يبقى هو لازم يكون ملياردير، هي معاها دكتوراه يبقى هو لازم يكون دكتوراه، يكون فيه تقارب. ما فيش مانع ان هي تكون معاها دكتوراه وهو يبقى معاه ماجستير، لكن الافضل يكون هو اعلى، مش مشكله. المهم ان يكون فيه تقارب. ودينا مثال على الموضوع ده يا جماعه، قلنا يعني لو واحده واخده دكتوراه ما ينفعش تتجوز واحد ما بيعرفش يقرا ولا يكتب. ليه؟ مش هيبقى فيه لغه حوار. هو الجواز هيبقى صحيح، نعم الجواز صحيح ما فيهوش اي مشكله خالص، لكن مش هيبقى فيه اي لغه حوار بين الدكتوره وبين الرجل اللي مش متعلم. ومش معنى كده اللي مش متعلم ده انسان ملوش قيمه، بالعكس له قيمه، لكن لما يتجوز واحده يقدر يتفاهم معها، يقدر يتكلم، يقدر يجري لغه حوار معاهم مع بعض، الاثنين على موجه واحده زي ما بيقولوا. ما ينفعش واحده مليارديره تتجوز واحد يعني معوش ولا مليم، فبالتالي مش هيبقى في لغه حوار ما الاثنين، ممكن تتعالى او تتكبر. قلنا الجواز صحيح يا جماعه، لكن في مشكله وفي خطوره على استمرار هذا الزواج. عشان كده قلنا يا جماعه الخير لازم يكون في تكافؤ الى حد ما في امور الدنيا، ولابد يكون في تكافؤ كامل في الدين والخلق. عشان تتجوز بنتك لواحد ما عندوش لا دين ولا خلق، حبيبك صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تعالوا لو متوش تكن فتنة الأرض وفساد عريض. وقال للرجل لما تروس تتجوز اسمع نصيحتي، ما تصلي حبيبك صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة الأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها، نعمل إيه يا رسول الله؟ قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. تعالوا ننتقل لنقطة تانية
قبل ما نخش في موضوع العقد، وانا بمهد يا جماعة لان دي امور خطيرة جدا ومهمة جدا علشان نأسس بيت فعلا يكون كأسعد بيت في العالم، هو بيت حبيبنا وشفاعنا واسوتنا وقدوتنا وقائدنا صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف نقطة مهمة جدا النهاردة، كتير من الناس بيقع ما بينهم خلاف بسبب النقطة دي، هنعالجها النهاردة ونتكلم عنها. هل الاصل في الزواج يا جماعة هو التعدد ولا تكون زوجة واحدة؟ ويبقى شعار الراجل يعني مننا يقول زوجة واحدة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. يعني إيه الأصل؟ هل هو التعدد ولا الانفراد؟ ما ده سألة الزواج من يتجوز واحدة بس. عايز أقول يا جماعة الحقيقة ومحدش يعني يفهم غلط، وأرجو أن يعني نستوعب الكلام ونقرأ ما بين السطور. الحقيقة أن محدش في الدنيا يقدر ينكر أن التعدد مشروع، لكن مش اي رجل يصلح للتعدد. ممكن واحد دلوقتي يقول لا انا عن نفسي اصلح للتعدد، هو شايف نفسه كده، لكن المسألة مش مسألة انا بقول ايه ولا انت بتقول ايه، عايزين نقول الواقع بيقول ايه. مش كل رجل يصلح للتعدد، بل في رجل ممكن ما يصلحش اصلا انه يتجوز. ليه؟ لانه مش هيتحمل مسؤولية وهيهمل زوجته وهيهمل اولاده ومش هيصرف عليهم، بل ممكن يطلب من زوجته ان هي كمان اللي تصرف عليه، ويعني المسألة تبقى يعني نسأل الله العفو والعافية. الشاهد في الموضوع عايز اقول يا جماعة مش كل رجل يصلح انه يعدد، ومش كل رجل قادر على انه يعدل بين الازواج. وان كان المقصود بالعدل بين الازواج عشان تبقى المسألة واضحة جدا يا جماعة، المولى عز وجل لما بيقول ولن تطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، كمل بقى فلا تميلوا كل الميل فاباح الله بعض الميل. يعني مش المقصود بالعدل يا جماعة هو ان يكون في عدل عاطفي وعدل كذا وعدل كذا، المطلوب في العدل يا جماعة هو العدل في النفقة والمبيت. أما العدل في المسألة العاطفية فمش مطلوب، خد بالك، لكن مش مطلوب في نفس الوقت. وعايزين نفهم المسألة دي، إن أنا أظهر عاطفة لزوجة ولا أظهر العاطفة للزوجة التانية. سئل النبي من صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قالوا فمن الرجال؟ قال أبوها. فكانت أحب زوجة من زوجاته التسعة كانت عائشة. هل ده كان ظلم الباقي الأزواج؟ أبدا، لأن الميل العاطفي ده ميل قلبي، والله لا يؤاخذ على الميل القلبي، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالحب أمر لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. ربنا بيلقي حب إنسان في قلب إنسان، بيلقي حب إنسان في قلب زوجها، والتانية ممكن ما يكونش ربنا ألقى حبها في قلب زوجها فيكون بيحب دي جدا. ومش عايز أقول بيكره دي، ما فيش مؤمن بيكره مؤمنة ولا مسلم يكره مسلمة. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق، يعني لا يكره، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لكن مش ممكن، أو ممكن يكون الحب دي للزوجة التانية دي مش زي حبه للزوجة الأولى، أو حبه للزوجة الأولى مش زي حبه للزوجة التانية، لكن المطلوب منه ألا يظهر التفاوت والتباين بين حبه لهذه ولتلك، بل يعامل الاثنين أحسن معاملة بفضل الله سبحانه وتعالى. يندرج على هذا أيضا العدل في الوطئ في الجماع، لأن الوطئ والجماع بيندرج تحت مسألة الحب. بيحب ديت فبيحب أن يفعل مع هذا الشيء في الحلال، ولا يحب هذه أو حبه لهذه قليل شوية، فهذه المسألة تندرج على مسألة العاطفة، فبرضو مش مطلوب منها العدل، لكن المطلوب الحد الأدنى من إعفاف الزوجة. يعني ما يعطيش دي حقها ويهمل دي تماما، إنما يعطي هذه ما يكفيها، وهذه إن أراد أن يعني إن يعطيها أكثر من ذلك لأنه يحبها فله ذلك، لأن المسألة بتندرج تحت المسألة العاطفية. بل العدل المطلوب في النفقة وفي المبيت. لكن نرجع لموضوعنا، هل كل رجل يصلح للتعدد؟ والجواب لا، مش كل رجل يصلح للتعدد. المسألة يا جماعة ما هيش مسألة شهوة وقدرة جسدية فحسب. أخويا وحبيبي ركز معي في الكلمة دي واحفظها بالله عليك، لو ما طلعتش من حلقة كلها إلا بالكلمة دي كفاية عليك. المرأة عاطفية، والمرأة لما بتتجوزها ما هيش قطعة أساس بتسيبها في البيت. المرأة دي كيان وإحساس ومشاعر، ولابد أنك تراعي ظروفها النفسية والجسدية والعاطفية والمادية والاجتماعية. لازم تراعي أن الزوجة ديت حتة من قلبك، لازم تاخد بالك منها. فالموضوع مش موضوع أنك اتجوزت أولى فجبت التانية وحطيت التانية وجبت التالتة ورصتهم جنب بعض، وفي النهاية أنت لا تعطي ولا واحدة منهم لحقها، لا في الأمور العاطفية ولا في الجسدية ولا الاجتماعية، ولا بتتكلم معاها ولا بتخرج معاها ولا بتعطيها حقها حتى في نية تتكلم معاك.
الموضوع مش موضوع كثرة أزواج وكثرة أولاد وفي النهاية ممكن تكون بتلقى الله عز وجل وفي رقبتك مظالم كثيرة جدا. عشان كده بقول مش أي واحد يصلح للتعدد ومش أي امرأة بتتقبل موضوع التعدد. طب دعك من النقطة التانية، خلينا في النقطة الأولانية، هل كل رجل يصلح للتعدد؟ قلنا لا يا جماعة. وعايز أقول حاجة، الرجل العفيف الإنسان الفاضل اللي مشغول بقضية، عنده هم، عنده دين، عنده قلب مشغول بنصرة هذا الدين ولخدمة هذا الدين، الرجل دوت العفيف دوت تكفيه امرأة واحدة. والرجل اللي هو مش عفيف، سامحوني ومش عايز اقول ان اللي بيتجوز كتير مش عفيف، هو حد يفهمني غلط، عايز اقول الرجل الذي يطوق الى الشهوة الى النساء فقط من اجل الشهوة وبس، والله لو تزوج 1000 امرأة فلن تكفيه. اما الرجل العفيف فتكفيه امرأة وتفيض. واضح يا جماعة المعنى اللي عايز اقوله؟ عايز اقول ان حبيبنا المصطفى اسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم لما تزوج أمنا خديجة تزوجها وفي عز الشباب وكان عنده 25 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث قوته 4000 رجل، ورغم ذلك من سن 25، وركزوا يا شباب الأمة، من سن 25 لسن 50 اللي هي فترة الشهوة كلها قضاها مع زوجة واحدة، مرضيش يعدد، مرضيش يتجوز عليها، مرضيش يجرح مشاعرها، مرضيش ان هو يكسر بخاطرها. ليه؟ لانه شاف منها من الوفاء والمروءة والاخلاص والتقوى والخير والبر والصلاح ما جعله يعني ينأى بنفسه ان هو يكسر بخاطرها ويتجوز عليها. وهو حد يفتكر ان انا بنكر التعدد؟ ابدا، انا ما بنكرش شيء مشروع، لكن بقول يا جماعة اذا كان ربنا رزقك بزوجة صالحة طيبة دينة بتكفيك، مربي أولادك، مراعي أحوالك، رزقك الله عز وجل من الذرية الصالحة، مرضيك في كل حاجة، فلا تكسر بخاطرها، ربنا يبارك لك فيها ويكفيك بيها إن شاء الله ويحفظك من كل سوء. وأنا لا أنكر الأمر الآخر، اوعى حد يظن ذلك، لكن أنا بقول لو معك زوجة فاضلة وريحاك ما تكسرش بخاطرها، خلي عندك حتة وفاء زي ما هي وفية ليك، خليك انت كمان وفي مع هذه الزوجة. فكان من لمسات الوفاء الجميلة للنبي عليه السلام انه مرضيش ان هو يعدد على امنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. وانا والله والله ثم والله انا لا انكر التعدد، لكن بقول يا جماعة لما ننظر لواقع الامة الان بقول مش كل رجل يصلح للتعدد. بكل اسف بعض الشباب، ودي انا سمعتها نفسي، يقول لزميله قدام عينيا يقول له زوجتك تعباك، لو عايز باللفظ والله لو عايز تربيها اتجوز التانية والتانية دي هي اللي هتربيها. قلت له يا اخي العزيز لو بالطريقة دي اتجوز التانية هيفسد الاولى والتانية وهيتخرب البيت الاولاني والتاني. يا اخي لو عايز تقلد، قال لي انا بتأسى بالنبي عليه السلام، النبي اتجوز اكتر من واحدة. قلت له لو عايز تتجوز كتير زي النبي اعمل من النبي، النبي عمره ما اتجوز جواز شهوة، ما اتجوز الله سلام عشان قضاء وطر، النبي اتجوز من اجل قضايا الدين. وهتشوفوا دلوقتي وهتعرفوا قد ايه النبي كان جوازه كله لله، وما فيش جوازة للنبي، والله ما والله ما كانش في جوازة للنبي الا كانت لله سبحانه وتعالى. وهنشوف دلوقتي من خلال المواضيع، يعني عايز اقول ان بعض المستشرقين لما اتكلموا في الحتة دي حبيب قلبي دخلوا على حتة تعدد زوجة النبي. وعشان كده موضوع حلقة النهاردة شبه تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهنتكلم وما عندناش حاجة بفضل الله في دين الله سبحانه وتعالى تجعلنا نستحي أو نتكسف أو نخجل أو ندالي نفسنا ونقول يعني قدر الله مش فعل مش عارفين نرد. لا، عارفين نرد بفضل الله، وما عندناش حاجة أبدا نتحرج من أجلها أبدا، لأن ديننا أعظم دين، وديننا صفحة مفتوحة، وحياة نبينا صلى الله عليه وسلم صفحة مفتوحة لجميع الأمم. اللي عايز يتشرف بأعظم سيرة يقرأ سيرة النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخوي وحبيبي تيجوا لنادي نرد على بعض المستشرقين اللي قالوا هو ليه النبي بتاعكم اتجوز أكتر من واحدة؟ النبي اتجوز كم واحدة؟ 11، ومات عن 9، يعني لما مات كان على ذمته 9 صلى الله عليه وسلم. عايز أسأل أول سؤال صغير جدا لكل المستشرقين ولكل الغربيين اللي بيقولوا إن النبي كان بيتجوز كتير، عايز الحقيقة لو قلت لحضرتك وندي مثال بعيد شوية، هنديك 4 عربيات أحدث موديل، وليك ان انت تبدل كل اسبوع 4 عربيات غيرهم، يعني ترجع الاربعة دولت وتاخد 4 غيرهم، وكل شهر زي ما انت عايز براحتك 4 عربيات وقعد بدل فيهم العمر كله مثلا. يعني ده بنعطي مثال، مش معنى كده ان المرأة يعني عايزا بالله رخيصة وهي سلعة بنتبادل بيها، لا ابدا. انا عايز اوضح بس سيد ده افضل، ولا اقول لك معاك 9 عربيات ومش من حقك تبدل اي عربية تانية؟ واضح.
ولو انكسرت عربية او حصل فيها اي حاجة حادثة ولا غيره مش من حقك ان انت تجيب عربية تانية. يعني لو 9 عربيات عملوا حادثة يبقى انت ما عندكش ولا عربية ومش من حقك تمتلك عربية. ايه الاحسن؟ قولي طبعا الاولى. خد بالك فما كانتش ميزة، واحفظوا مني الكلام ده كلام غالي جدا، ما كانتش ميزة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم ان يكون معه 9 ازواج. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل، يعني خلاص لو ماتت واحدة من زوجاتك يا رسول الله مش من حقك تاخد واحدة تانية، ولو طلقت واحدة مش من حقك تتجوز واحدة تانية، خلاص هم 9 دول وبس. ده افضل ولا احد المؤمنين اللي من حقه يتجوز 4 ولو لا قدر الله طلقوا يتجوز 4 ولو لا قدر الله ماتوا يتجوز 4؟ ده انا بقول مثال يعني. واحنا اتكلمنا في قضيه التعدد بقول مش كل رجل يصلح للتعدد ومش كل رجل هيقدر يعدل بين النساء في هذا الزمان بالذات. خد بالك من حته مهمه قوي، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نيجي نبص يا جماعه يبقى ما كانتش ميزه، اول حته عايزين نقرها دي مساله، ما كانتش ميزه في حق النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان متجوز 9، لان كان مش من حقه يتجوز حد تاني. ولو زي ما قلت لك لو ماتت او طلقها وغير ذلك مالوش حق ان يتجوز واحده تانية، ما كانتش ميزه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ايه النقطه؟ النقطه الثانيه عايز اوضح بس المساله بكل وضوح، ان تعالوا نشوف مراحل حياه النبي. عايز اهدي الكلام ده لكل الدنيا، لكل الكره الارضيه، بتمنى الدنيا كلها تكون سمعاني دلوقتي وانا بقول الكلام ده في حق حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم. عايز اقول النبي مر في حياته بخمس مراحل الزواج، من يوم ما اتولد لحد سن 25 بلا زوجه، احفظ معايا، من سن 25 لسن 50 زوجه واحده. اكبر او اسن، بلاش اكبر، مفيش حد اكبر من النبي عليه السلام، اسن من النبي صلى الله عليه وسلم ب 15 سنه وهي امنا خديجه، وكانت متجوزه منه قبليه مرتين وكان عندها اولاد. يبقى اذا ايه؟ كانت اكبر منه او اسن منه ب 15 سنه ومتجوزه قبل منه مرتين وعندها اولاد. من سن 50 لما ماتت امنا خديجه رضي الله عنها وارضاها، من سن 50 ل 53 بلا زوجه، من سن 50 ل 53 بلا زوجه، من 53 55 زوجه واحده كبيره جدا في السن هي السوده بنت زمعه رضي الله عنها وارضاها، من 55 في المرحله ل 63 ده كام سنه يا جماعه؟ 8 سنين. هي دي الفتره التي عدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا من سنه 2 هجريه لحد سنة 10 هجرية، يعني الثمان سنين اللي هي بداية نزول التشريع وشروع الجهاد في سبيل الله وتبليغ الدعوة وانشغال النبي بقضايا الأمة وانشغال النبي بالدعوة بالجهاد. هنا فقط الفترة دي التي عدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أخوي حبيبي روح قلبي ربنا يبارك فيك، هل ممكن يكون النبي بيتجوز ومعدد من سن 55 ل 63 من أجل شهوة؟ ما لو كان عايز يعدد من اجل شهوة ما كان عدد وهو عنده 25 سنة او هو عنده 30 سنة في عز شبابه صلى الله عليه وسلم، لكن النبي ما اختارش كده ابدا، بالعكس ابدا ما فكرش يعدد الا من سن 55. واحفظ الكلام ده، من سن 55 ل 63. بقول للدنيا كلها، بقول للكون ده كله اسمعوا، حبيبنا ما عدتش الا لما كبر قوي وابتدى ينشغل بقضايا الدعوة أكتر مما ينبغي، وانشغل بقضايا الجهاد، وكان بداية نزول التشريع، وكان بداية نزول الأحكام وإلى غير ذلك. فالنبي في حكم معينة كان مطلوب منه يبلغها للكون ده كله، رغم أن قوة النبي زي ما أنتوا عارفين قبل ما نطلع الفاصل كده كان قوة النبي ب4000 رجل، ثبت في الحديث اللي رواه البخاري عن أنس بن مالك أنه قال لقتادة إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا. زاد أبو نعيم في صفة الجنة إن كنا نتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة. الرجل من أهل الجنة قوته قد إيه؟ ده هنعرفه بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. تعالوا نكمل موضوعنا. فقلنا أن النبي مر بخمس مراحل في حياته في موضوع الزواج، من يوم اتولد لحد سن 25 بلا زوجة، 25 ل 50 زوجة واحدة أسن منه ب 15 سنة، جوزت قبل منه مرتين وعندها أولاد اللي هي أمنا خديجة، من سن 50 لما ماتت أمنا خديجة، من سن 50 ل 53 بلا زوجة، من سن 53 ل 55 زوجة واحدة اللي هي سودة بنت زمعة
الجامعة وكانت كبيرة في السن ومن سن 55 يا جماعة الخير، عشان ما عندناش حاجة نتكسف. وبعض الناس بيقولوا مش عارف، ما بنعرفش نرد على الناس لما يقولوا لنا نبيكم مجوز 9. اسمعوا الكلام وعرفوا ازاي تردوا على الناس، وان ما عندناش حاجة في ديننا نخجل منها، ولا عندنا حاجة في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم نخجل منها ابدا، صلى الله عليه وآله وسلم. من سن 55 يا جماعة، ده سن شهوة، ده سن انسان بيبحث عن شهوة او قضاء وطر، ده مستحيل. من 55 ل 63، 8 سنين فقط في اخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان في وقت نزول التشريع والجهاد في سبيل الله الى غير ذلك. فتجوز النبي اكتر من زوجة، تجمع بين 9 زوجات صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده عايزين نقول ان لو كانت المسألة مسألة زواج شهوة، كان اتجوز النبي عليه الصلاة والسلام وهو شباب، واحنا قلنا ان قوته ب 4000 رجل، وقلنا حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا انس بن مالك قال لقتادة: ان كنا لنتحدث ان النبي قد اعطي قوة 40 رجلا من اهل الجنة. في رواية الطبراني في الكبير ان النبي وضح قوة رجل من اهل الجنة بقد ايه، قال: ان الرجل من اهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. 40 رجل أو قوة 40 رجل من أهل الجنة وقوة رجل من أهل الجنة 100 رجل، يبقى 40% ب4000 رجل. لذلك علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال: وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم ب4000 رجل. ده قوة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. النهاردة الواحد لو كان يعني بيلعب شوية كمال أجسام وماسك يعني بتاع كوزين كده واخد بالكم يلعب شيت رياضة وطلع له عضلتين كده وحتتين مش عارف ايه، عايز بقى يتجوز لاربعة سبحان الله. يعني فالمسألة مش مسألة قضاء وطر ولا شهوة أبدا. جواز النبي زي ما قلت لك، وهتشوف دلوقتي والله الذي لا إله غيره، كل جوازات النبي كانت لله، ما كانتش الشهوة يا شباب. ما كانش بيجوز التانية عشان يغيظ الأولى، زي ما بعض الشباب بيقول لبعضه، بيقول له: عايز تغيظ الأولى جوز التانية، وعايز تغيظ الاثنين جوز التالتة، عايز تدمر نفسك خد. يعني حاجات كده ايه بيقولها لبعض الشباب. ربنا يا رب يبارك في الشباب المسلمين ويزوج بنات المسلمين جميعا يا رب العالمين، من أزواج حافظ عليهم وعلى مشاعرهم يا رب العالمين. تعالوا نشوف الحكمة من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. هم أربع حكم في عجالة سريعة كده. حكمة تعليمية، واحفظ معايا، ويا ريت يا ريت يا حبذا ان لو كان معانا قلم وورقة نكتب ورانا نقاط، اكتب ورايا نقاط بسيطة جدا جدا، عشان لو حد يتكلم معانا اي كلمة في الموضوع ده نعرف ترد عليه. مش عارف ترد عليه من خلال ورقة وقلم، سجل الحلقة ديت ونزلها على النت على اي مكان، اطبعها سيات وزعها لوجه الله سبحانه وتعالى، وعرف الناس حقيقة الموضوع ده. اربع حكم من اجل تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. حكمة تعليمية ده رقم واحد، حكمة تشريعية ده رقم اثنين، حكمة اجتماعية رقم ثلاثة، حكمة سياسية ده رقم اربعة. تعالوا نفصل الموضوع ونشوف ايه هي الحكم الاربعة دول، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجة حكمة تعليمية، اخوي وحبيبي، شيء طبيعي ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال. المرأة وليس الذكر كالأنثى في أمور الدنيوية، ما ينفعش هي تروح تشتغل وفي الفاعل وتشيل طوب ورمل وحاجات كده، وفي نفس الوقت ما ينفعش تكون المرأة مثلا في شغلانة صعبة وكده، لكن تقدر تقوم بأعباء البيت والرجل بره يتحمل المشق إلى غير ذلك. أما في أمور العبادة والتكاليف والجزاء الأخروي فيبقى الذكر كالأنثى بالضبط. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. يبقى الاثنين زي بعض في امور التكليف وفي الجزاء الاخروي بفضل الله سبحانه وتعالى. دي نقطه. فعايز اقول حاجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكلف بان يوصل الدعوه للرجال وللنساء ايضا، بل وللانس والجن صلى الله عليه واله وسلم. فالمراه محتاجه حد يعلمها. طيب في امور كثيره يا جماعه الخير حبايب قلبي، في امور كثيره جدا، امور بتسبب حياء للرجل. يعني المراه ممكن تسال في بعض الامور الزوجيه الخاصه، بعض امور الحيض او نفس، او بعض امور طاره، الرجل احيانا يستحي ان يرد، فكان لابد من وجود امراه او اثنين او ثلاثه او اكثر عشان يستوعبوا نساء الامه ويردوا عليهم. يا جماعه المسألة ما كانش في أوقاتهم، مثلا في نت مثلا ممكن واحدة تقوم تتولى دعوة مجموعة من النساء مثلا
على اي مجال من مجالات الدعوه العالميه. الموضوع كموضوع يعني ان لابد من النساء يروحوا بيت النبي عليه الصلاه والسلام ويسالوا عن الاحكام الشرعيه عشان يتعلموا يعبدوا ربنا صح. فكان لابد من امراه تفهم المراه اللي قدامها وتعرف الخبايا بتاعتها والامور الخاصه اللي المراه بتستحيها عشان هي ترد عليها. فما كانش ينفع واحده بس، ما كانش ينفع ان سوده بنت زمعه مثلا اللي كانت مع النبي عليه الصلاه والسلام من سن 50 ل 3 من سن 53 ل 55 ما ينفعش هي دي الوحده اللي كانت تقوم بعبء الدعوة دي كلها. فكان لابد يكون في بعدها عائشة، كان لابد يكون في حفصة وصفية وإلى غير ذلك من أزواج النبي عليه السلام، كل واحدة تتعلم وكل واحدة تحفظ من النبي، ولما يجوا النساء يضعوا على بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم، ودي تسأل حفصة ودي تسأل جويرية ودي تسأل أم سلمة ودي تسأل عائشة ودي تسأل فلانة وفلانة علشان الكل يتعلم. فكانت الأمور هكذا، وفي أمور خاصة وهدي حديث انبساط كده بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. امرأة جاءت إلى النبي قالت له يا رسول الله، سألته كيف تتطهر من الحيض، فقال خذي فرصة ممسكة يعني قطعة قطن فيها عطر وتتبعي بها أثر الدم، أثر الدم الذي جاء من المحيض. فقالت كيف أتتبع أثر الدم، فاستحي النبي وقال تتبعي أثر الدم، وراح حاطط وشه يعني مكسوف منها صلى الله عليه وسلم. فقالت كيف أتتبع أثر الدم، حط إيده على وشه وقال سبحان الله تتبعي أثر الدم فكسف. فراحت أمنا عائشة أدركت حياء النبي صلى الله عليه وسلم وراحت واخداها من إيديها وقالت تتبعي بها أثر الدم وافعلي كذا وكذا. طب ده سؤال كان مستحيل عليه، فكانت أم عائشة هي اللي واجهت الموضوع، هي اللي ترد، وده أسهل وأيسر على المرأة وعلى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. سؤال تاني كما ورد في الصحيحين إن أم سليم واللي بتروي الحديث أم سلمة، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول إن أم سليم اللي هي زوج أبي طلحة اللي هي أم أنس بن مالك راحت تسأل النبي وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى، فهل على المرأة من غسل إذا رأت الماء؟ فقال أجل، أو على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء، يعني هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. فأم سليم أم سلمة اتكسفت قالت لقد فضحت هو تحت المرأة فبما يشبهها الوجه. فالموضوع كان نبذان، فلولو أم سلمة كان هسبب إحراق كبير جدا لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان من ضمن الحكمة من حكم تعدد زوجات النبي عليه السلام إن في أمور خاصة جدا جدا يا جماعة الخير بالنساء كان صعب جدا إن يرد عليها، لأن فيها أمور تخدش حياة الإنسان لابد منها عشان تسأل تلاقي امرأة زيها وتفهم وتقدر ترد عليها. كذلك تعفو تخلي النبي صلى الله عليه وسلم يعفى عنه من ان هو ايه، من ان هو يواجه مثل هذه المواقف المحرجه بابي هو ام صلى الله عليه وسلم. فدي كانت اول حكمه ان كان لابد من وجود اكتر من زوجه للنبي. شفت قد ايه كانت زواج لله ان لما اتجوز عشان النساء دول يعلموا نساء الامه. هو انت النهارده بتتجوز اكتر من واحد عشان يعلموا نساء الامه، ولا عشان فقط اشباع رغبتك وشهوتك وعشان عندك اولاد وتتفاخر و وانا زي ما قلت يا جماعه والله الذي لا اله غيره عشان ما حدش يحمل عني هذا الكلام، انا لا انكر مشروعيه التعدد، لكن بقول مش كل رجل يصلح للتعدد، بل في كتير من الرجال، وانا بقول هذا الكلام بملء فمي، في كتير من الرجال او بعض الرجال، بلاش نقول كتير من الرجال، بعض الرجال اساءوا التعدد. اتجوز واحده فظلم واحده وضيع بيت واحده ودمر بيت واحده. فعايزين يا جماعه لابد من الانصاف ولابد من مراعاه ان المراه اللي انت بتجيبها دي والله العظيم يا اخويا مش قطعه اساس هتحطها في البيت، دي امراه صاحبه مشاعر وصاحبه قلب محتاجة من يؤويها ومن يأخذها باللين وبالرحمة ومن يأخذ بدينها الأمان بفضل الله ويأخذ بأيديها إلى الجنة. كو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى دي أول حكمة، الحكمة التعليمية. تعال نشوف الحكمة الثانية وهي الحكمة التشريعية. خد بالك كان في بعض العادات الجاهلية اللي كانت موجودة قبل الإسلام، فأراد المولى عز وجل إن النبي يتزوج أكثر من واحدة من ضمن الحكم إن العادة مثل عادة التبني. عادة التبني كانت موجودة قبل الإسلام وكانت موجودة فترة كبيرة جدا يعني سبحان الله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كان زيد بن حارثة رضي الله عنه في يوم من الأيام، وده كان قبل بعثة النبي، خارج مع أمه، فارت قبيلة على القبيلة بتاعتهم فأخذوه فباعوه في سوق عقاظ. مين اللي اشتراه يا جماعة الخير؟ حكيم ابن حزام اللي هو عمته تبقى خديجة بنت خويلد. فراح مدي زيد بن حارثة هدية لعمته خديجة. عمته خديجة لما تزوجها النبي، وكل ده قبل البعثة، لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لقيت ان النبي عليه بيحب زيد بن حارثه فراح مديه له هديه. فلما اخذ النبي زيد بن حارثه، يعني طبعا اهل زيد بن حارثه عرفوا ان زيد بن حارثه موجود في المكان الفلاني، فالمهم وصلوا المكان وراحوا ايه بمبلغ كبير وعرضوا على النبي مبلغ كبير. فالنبي عليه السلام قال لي ايه؟ قال لوالد زيد بن حارثه قال او غير ذلك ادعو لك زيد بن حارثه.
فإن أرادك فهو لك بغير فداء، أنا مش عايز منك فلوس، وإن أرادني فما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. قال له لقد أنصفت. جاء زيد بن حارثة، تعرف هذا وهذا؟ قال أجل، هذا أبي وهذا عمي. قال له أنا من قد عرفت، فاختر ما شئت. قال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أبدا. فأبوه بيقول له يا زيد أتختار الرق والعبودية على الحرية؟ قال والله يا أبتاه لقد رأيت من هذا الرجل أمرا عجيبا والله لا أفارقه أبدا. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما لقى الحب ده من زيد بن حارثة راح واخده من إيده قدام أبوه قدام عمه وراح رايح عند الكعبة وجنادى على القوم وقال أشهدكم جميعا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. يا سلام، فسمي زيد بن محمد إلى أن نزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم وهو أقسط عند الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل تحريم التبني. كان في الوقت ده يا جماعة الخير كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد أنه يقضي على الفوارق الطبقية بقى، وده غني وده فقير وده وده، ودي كلها جاهلية. فزوج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش القرشية الحسيبة النسيبة الجميلة الوضيئة التي يتمناها كل حسيب ونسيب، وكانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تزوج زيد بن حارثة، زيد بن حارثة كان عبد وأعتق النبي فأصبح مولى من الموالي، فقعد التحير فترة طويلة وحصل ما بينهم شقاق ونزاع ومشاكل، وكان بيشتكي دايما للنبي عليه الصلاة والسلام. وبعد مرور حوالي سنة رحمة الله زيد بن حارثة، فنزلت مكافأة زيد زينب بنت جحش إن هي وافقت على هذه الزيجة، لأن هي ما كانتش عايزة تتجوزه في الأول، والنبي هو اللي قال لها يعني قالت له أترضاه لي زوجا؟ قال أجل. قالت إذا رضيت لنفسي ما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجوزها زيد بن حارثة. ولما تم الفراق نزل قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يا الله، فكانت تتفخر على أزواج النبي وتقول لهم زوجكن أهاليكن، أما أنا فلقد زوجني الله من فوق 7 سماوات سبحانه وتعالى. فأراد المولى عز وجل أن النبي يجوز زينب بنت جحش. ليه؟ لأن الناس كانوا بيقولوا معقولة يعني هيروح يتجوز زوجة ابنه؟ فيقول المولى عز وجل يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، فيبطل المولى عز وجل عادة التبني منذ هذه اللحظة، ويتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش اللي بنت عمته وتصبح أما للمؤمنين. فكان ده من ضمن الحكم الجميلة، الحكمة التشريعية. ودي رقم 2. تعال نشوف الحكمة الثالثة، بس برضه تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. الحكمة الاجتماعية. قد إيه أبو بكر الصديق ثاني 2 اللي بذل روحه وأسرته وماله وجهده ووقته وحياته من أجل نصر الدين النبي صلى الله عليه وسلم، قد إيه إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته ب4 أيام يقول للصحابة ما منكم من أحد كان له عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا لا يكافئه إلا الله. ما نقدرش احنا نكافئه، المولى عز وجل هو اللي هيكافئه سبحانه وتعالى. إن أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. الله أكبر، أبو بكر الصديق اللي بذل كل حياته بذل كل ماله وحط ماله كله في حجر النبي، والنبي يقول له يا أبا بكر ما تركت لأهلك وأولادك؟ يقول له تركت لهم الله ورسوله. حبيبك عمره ما يسيب حد يعمل معه حاجة لما لازم يكافئه. فكانت مكافئته لأبي بكر إنه يناسبه إنه يتجوز بنته عائشة رضي الله عنه وأرضاها، فيتجوز بنت وزيره الأول المخلص أبو بكر، ويتجوز بنت وزيره الثاني المخلص عمر، فيتجوز عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر، ويصبح في 2 تانين هيبقوا الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين اللي النبي قال عنهم صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. فالخلفاء الأربعة منهم 2 النبي اتجوز بناتهم أبو بكر وعمر، اتجوز عائشة بنت أبو بكر وجوز حفصة بنت عمر، ومنهم 2 النبي جوزهم بناته، جوز عثمان من رقية فلما ماتت رقية زوجها أم كلثوم، ولذلك سمي بذي النورين، وقال له يا عثمان لما ماتت أم كلثوم قال لو كانت عندنا الثالثة لزوجناكها، كنا جوزناك الثالثة. وزوج عليا
من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اتنين النبي اتجوز بناتهم واتنين النبي اتجوزهم بناته، عشان يبقى الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين اللي موجودين من بعد النبي بيبلغوا سنة النبي وبينشروا الإسلام في بقاع الأرض، يبقوا مترابطين قوي، يبقوا قريبين قوي من النبي، ويحصل تلاحم وتضافر وتعاون، ويحصل قرب شديد جدا بين القبائل ديت. ما هو أبو بكر من قبيلة غير قبيلة عمر، وعمر من قبيلة غير قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد كان من قبيلة، فالنبي حب يؤلف بين القبائل ديت. لما كل قبيلة تقول احنا مناسبين النبي أو النبي مناسبنا صلى الله عليه وسلم، فبكده بتتآلف القبائل، وكل ديت بتتضافر من أجل نصرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الحكمة الرابعة والأخيرة، لأننا أربع حكم، قلنا حكمة تعليمية ان النبي محتاج يعلم نساء الامه، ومحتاج نساء يعلموا نساء الامه، لان في امور زي ما قلنا حاجات مخجله، مش ممكن النبي يقدر يوفي الاسئله دي كلها، لانها تبقى امور فيها يعني خجل شديد جدا جدا من النبي عليه السلام. وانتم عارفين النبي كان اشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم كما وصفه الصحابه. الحكمة الثانية التشريعية، إبطال عادة التبني. الحكمة الثالثة الاجتماعية، انه بيقرب خلفاء الراشدين، جوز أبناء بنات اثنين وجوز اثنين من بناته صلى الله عليه وسلم. الحكمة الرابعة الأخيرة، الحكمة السياسية، إن زواج النبي من بعض النساء كان سبب في تأليف القبائل اللي حواليه، وكل دولة بيصبوا في نصرة الإسلام. وهندي ثلاث أمثلة جمال جدا في غاية الروعة. المثال الأولاني، زواج النبي عليه السلام من جويرية بنت الحارث. جويرية بنت الحارث كان أبوها اللي هو سيد قبيلة بن المصطلق، اللي حصل إن هي وقعت في سهم واحد من الصحابة اسمه ثابت ابن قيس. عارفين حضراتكم ثابت ابن قيس اللي في يوم من الأيام لما يعني نزل يعني قول المولى عز وجل يعني يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمال أنتم لا تشعرون. فكان صوته كان قوي جدا جدا، فخاف أن يكون حبط عمله فحبس نفسه في البيت. فالنبي سأل سعد بن معاذ أين ثابت بن قيس، هل به من مرض؟ قال لا يا رسول الله. قال اذهب فيعني أخبره لماذا يعني لم يأتي إلى المسجد. فراح فقال له يا سعد إني من أهل النار. قالوا لي قالوا نزلت هذه الآية وإني من أعلكم صوتا على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع قال للنبي كده، فالنبي قال له ارج فقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. إيه اللي حصل في زواج النبي من جويرية بنت الحارث؟ أكيد عايزين تعرفه، لكن مش هنعرف غير بعد الفاصل. صلى على حبيبك. حن البيوت يعيش الدفاة ولحظة صفاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد الفاصل. أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، ما تركت صلاتكم بعد الفاصل الأخير إن شاء الله، ربنا يجعلنا ويقع الخير دائما. كل الأمور اللي يبقى الموضوع شبهات تعالى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا عائشة في سن صغيرة، إن شاء الله نتلقى كل اتصالاتكم الخاصة بالموضوع ده، وأتمنى كل اتصالات خاصة بالموضوع ده، ورب يجمع وإياكم على الخير دائما، ويبارك فيكم وفي أعماركم، ويزوج كل شباب وبنات المسلمين، اللهم آمين. قلنا يا جماعة إن الحكمة في تعالى زوجات النبي أربع حكم. أول حاجة الحكمة التعليمية، حاجة الحكمة التشريعية، ثالث حاجة الحكمة الاجتماعية، رابع حاجة الحكمة السياسية، ان النبي حب يؤلف بطون القائل كلها علشان كلها تستعد وتفكر بالله في نصرة هذا الدين العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. وقلنا هنذكر ثلاث امثلة سريعة. اول مثال قلنا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من امها جويرية بنت الحارث. الحارث ده اللي هو سيد بني المصطلق، وطبعا اللي حصل ان هو النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلوا في هذه الغزوة وقعت زينب بنت وقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس. انتوا عارفين ان النبي السلام كان بيوزع الغنائم بعد كل غزوه، فكانت جويرية بنت الحارث وقعت في السهم يعني من نصيب ثابت بن قيس. فثابت بن قيس رضي الله عنه وارضاه اللي النبي قال له اما ترضى ان تعيش حميدا وان تموت شهيدا وان تدخل الجنه؟ فقال بلى. قال فلك ذلك، فعاش حميدا ومات شهيدا في معركه اليمامه، وكان من اهل الجنه بوعد الصادق صلى الله عليه واله وسلم. شاف الموع ان وقعت في سهم ثابت بن قيس، فواحد من الصحابه قال له يا رسول الله يعني وقعت في سهم يعني ثابت بن قيس، ودي يعني بنت سيد يعني بني المصطلق، فهي راحت للنبي عليه السلام علشان تفدي نفسها، معاش فلوس وعايزة تفدي نفسها، فراحت للنبي تستعين بالنبي عشان يساعدها بالفلوس عشان تفدي نفسها. فعرض عليها النبي عليه السلام ان هو يدفع لها الفداء لثابت القيس ثم بعد ذلك يتزوجها، فدفع النبي فداءها
عفوا فدفع النبي فداءها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. فجم الصحابة، حصل موقف جميل جدا عشان تشوف قد ايه روعة الصحابة وحبهم للنبي. قالوا يا بقى النبي يتزوج من جويريه بنت الحارث، واصهار النبي ويعني نسائب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم موجودين في القصر، والله هذا لا يكون ابدا. فكلهم اطلقوا سراح القصر جميعا. فلما رات قبيله بني المصطلق روعه الاسلام والاخاء والمحبه والتسامح، اسلمت القبيله كلها واصبحوا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت امنا عائشه بتقول كانت اعظم امراه بركه على اهلها هي جويريه بنت الحارث، باسلام جويريه وبزواج من النبي أسلمت قبيلتها كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. تخيل حضرتك أخوي وحبيبي يعني بتفكر ليه النبي عدد ده بجوازة واحدة أسلمت قبيلة كاملة، وقبيلة اللي أسلمت دي خلفت وخلفت وخلفت، وكل الذرية اللي جت بعد كده أصبحت مسلمة بدل ما كانت هتبقى كافرة بفضل الله سبحانه وتعالى، أسلموا كلهم لله. المثال الثاني زواج النبي من صفية بنت حيي بن أخطب. حيي بن أخطب ده كان زعيم يهود خيبر، وده كان من أكثر الناس اللي حاربوا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وقف الأسر في غزوة خيبر إيه اللي حصل؟ كانت برضو من نصيب دحية الكلبي. دحية الكلبي ده اللي كان سيدنا جبريل لما كان ينزل على صورة بشر كان ينزل في صورة دحية الكلبي، كان جميل الخلق والمنظر رضي الله عنه وارضاه. فالمهم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من دحية الكلبي وخيرها بين أمرين، خدوا بالكم، بين إن النبي يعتقها ويتزوجها وبين إنه يطلق سراحها وترجع لأهلها. قال لها لو عايزة أعتقك وأجوزك، أو لو حبيتي روح لأهلك ومش عايزين منك حاجة خالص. فاختارت أن يعتقها النبي وأن يتزوجها لما رأت من سماحة النبي ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل بنت زعيم يهود بني النضير، بنت زعيم يهود خيبر، فبعد ذلك زوجة للنبي وأما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. المثال الجميل هو اللي بعتبره مثال مؤثر جدا 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 بجد، زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. أبو سفيان في الوقت ده يا جماعة كان هو حامل لواء المشركين، وهو حامل لواء المشركين بدر في سن مبكرة، لأن كل صناديد الشرك والكفر قتلوا جميعا في غزوة بدر وألقوا في القليب، في قليب بدر. فأصبح أبو سفيان هو قائد المشركين في سن صغير خالص. بنته اللي رملة بنت أبي سفيان اللي أم حبيبة أسلمت هي وزوجها. فلما أسلمت هي وزوجها هاجروا من شدة التعذيب والأذى هاجرة إلى الحبشة ومعها بنتها، فهي أم حبيبة فقعد معها هناك وعايشين في الحبشة في ظل هذا الحاكم العادل النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. وفجأة يحصل أمر لا يخطر على قلب بشر، وإن كان المؤرخون في خلاف هذه المسألة يا جماعة عشان نقول المسألة بكل إيه، إحنا عندنا يعني أساساً لابد يكون في أمان علماني. عبيد الله بن جحش اللي هو زوج رملة بنت أبي سفيان يقال أنه تنصر وعرض عليها هي كمان أن تتنصر فرفضت. المهم قدر ربنا سبحانه وتعالى أنه مات. فلما مات وهي ظلت على إيمانها وتوحيدها لله سبحانه وتعالى كانت في بلاء شديد جدا، مش قادرة ترجع، لأن لو رجعت أبوها هو مين؟ أبو سفيان اللي هو قائد صناديد الشرك والكفر والوثنية في مكة. فلو رجعت أبوها وأمها هيقتلوها وهيعذبوها، ولو فضلت هناك عايشة وحيدة ومش عارفة تعمل إيه. فلما علم النبي بحالها صلى الله عليه وسلم أرسل إلى النجاشي ووكله في أن يزوجه من رملة بنت أبي سفيان. يا سلام على الفرج لما جاء هذا الخبر لرملة بنت أبي سفيان، كأن المولى عز وجل أحياها بعد موتها. طبعا فرحة ما بعدها فرحة، تخيلي حضرتك أخت الفاضلة لما يجيلك خبر كده إن النبي عايز يتجوزك، يعني أنا مش عارف أقول إيه، الفرحة بقى اللي تملأ قلب الواحدة في الوقت ده. فامتلأ قلبها بالفرح وزوجها النجاشي، راح مجمع كل الصحابة وراح هو قال لهم أنا إن وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في أن أزوجه من رملة بنت أبي سفيان، وزوجها وقدم لها صداقا 400 دينار، يعني النجاشي قدمها من عنده هدية للنبي صلى الله عليه وسلم وهدية لرملة بنت أبي سفيان، وقدم لها هدايا كثيرة جدا جدا. فلما عادت دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان كان في قمة الفرح رغم أنه كان لسه كافر، كان في قمة الفرح لما
عارف ان النبي تزوج من ابنته رملة بنت ابي سفيان، ثم اسلم بعد ذلك ابو سفيان في عام الفتح، عام فتح مكة بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من رملة بنت ابي سفيان كان من اعظم اسباب تخفيف العذاب عن المؤمنين في مكة والمدينة بفضل الله سبحانه وتعالى. بالجملة بعد ما ذكرنا الاربع حكم دي يا جماعة، فكان السبب في تلك الزيجات في تعدد زوجات النبي عليه السلام، أول حاجة الحرص على نشر الدعوة. يا مسلمين، عمر ما كان النبي يبحث عن شهوة، ما فيش حاجة تخلينا نخجل من احنا نقول أيوة النبي كان متجوز 9، لكن ليه؟ عشان نشر الدعوة. ليه تاني؟ عشان المدى المسلمة. في الخلفاء الأربعة منهم 2 النبي جوز بناتهم، ومنهم 2 جوزوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كمان ومن النساء من كان زواج النبي منها كان سببا في إسلام قبيلتها، كما حدث مع جويرية بنت الحارث في قصة بني المصطلق. ومن نسائه من كانت أرملة فتزوجها النبي حماية لها، مثل أم سلمة وسودة بنت زمعة رضي الله عنهم أجمعين. فشاهد في الموضوع أن كل زيجات النبي كانت لله يا جماعة، عمرها ما كانت للشهوة ولا للقضاء وطر ولا الدنيا أبدا، والله كانت زيجاته كلها لله. تعالوا بقى نشوف المسألة الثانية المهمة، زواج النبي وديش جدا، وتعالوا نتكلم عنها النهاردة في مسألة خطيرة جدا، علشان برضو ما عندناش حاجة في دين الله نخجل منها أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي اتجوز أمنا عائشة عندها كم سنة؟ اسمع من الكلام اللي ورد في صحيح البخاري، كان عقد النبي، خد بالك وإن كان بعض الناس أنكر هذا الكلام لكن هذا الكلام لا ينكر، وهقول لك ما ينكرش ليه، وهقول لك 7 أدلة تدل على إن الكلام ده كلام صح 1000%. عقد عليها وهي بنت 6 سنين، لكن تزوجها ودخل بها وعندها كم سنة؟ 9 سنين. قل لي الكلام ده مش منطقي، معقول النبي يجوز واحدة عندها 9 سنين؟ طب اسمعني الأول أخوي وحبيبي وانت تعرف إن الكلام ده مظبوط 1000%. أوكي، هو ليه النبي اتجوز عائشة؟ عارف ليه؟ انا هقول لك ساعتها، بس صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وعايزك والله لو معاك قلم اكتب، اكتب نقاط فقط كده. اول حاجة، النبي اتجوز امنا عائشة وعندها 9 سنين ليه؟ لان رقم 1 ربنا هو اللي امره بكده. حضرتك متخيل ان في حد في الدنيا يقدر يكسر اوامر المولى عز وجل؟ حد يقدر يخالف امر الله؟ فتخيل ده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو أخشى الناس وأتقى الناس لله جل وعلا، إزاي هيخالف أمر ربنا سبحانه وتعالى؟ اتبالك المسألة عاملة إزاي؟ فكان أمر من المولى عز وجل. أول حاجة، حديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة: أريتك في المنام 3 ليال. أنا شفتك في المنام 3 ليال ورا بعض، وفي كل ليلة بشوفك في المنام كان جبريل عليه السلام يقول له: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. في رواية الترمذي في سند صحيح أن سيدنا جبريل كان يأتي بصورة أم عائشة في قطعة من حرير ويعرضها على النبي، فإذا فتحها النبي رأى صورة أم عائشة ويقول له جبريل: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فكان النبي عليه السلام يقول: إن يكن خيرا يمضيه الله عز وجل، لو كان في خير في زواج من عائشة ربنا يسره بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا كان زواجه رقم 1، احفظ مني أخوي وحبيبي، كان زواج النبي من أمنا عائشة كان بأمر من الله وبوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، محدش يقدر يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. رقم 2، إن الفتاة في أرض الجزيرة وفي الأماكن الحارة عموما بتبلغ مبكرا، يعني ممكن البنت في أرض الجزيرة في مكان في كينيا في موزمبيق في أي أماكن حارة ممكن تبلغ عندها 8 سنين أو 9 سنين لحد وقتنا هذا. أنا ما بتكلمش عن من 1400 سنة، لا، لحد وقتنا هذا ممكن البنت تبلغ عندها 9 سنين. واضح؟ فكانت الفتاة بتبلغ مبكرا وجسمها بيفور بدري، وبتكون في السن دوت وهي عندها 9 سنين بتكون قادرة على الزواج. خد بالك المسألة عاملة ازاي. طيب رقم 3، أراد النبي أن يرتبط بأبي بكر ردا لجميل أبي بكر. أبو بكر كان ليه فضائل عظيمة جدا في خدمة الدين ده يا جماعة، حب النبي، هو سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم، حب أنه يرد جميل أبو بكر، فراح متجوز أمنا عائشة. خد بالك، ادي رقم 3. رقم 4، ان البيئه هي اللي بتحدد. هديك مثال بسيط، كان الزواج يا جماعه في عهد النبي في السن المبكر ده كان منتشر، ده ما كانتش امنا عائشه حاله منفرده يا جماعه. صفيه بنت حيي بن اخطب قبل ما يتجوزها النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي متجوزه وعندها 11 سنه. حفصه بنت عمر قبل ما يتجوزها النبي عليه الصلاه والسلام كانت اتجوزت قبله وكان عندها 12 سنه. هنروح بعيد ليه؟ في مصر
انا بنت عم والدي اللي هي تعتبر عمتي، انا سالتها مره طلع عمتي انت اتجوزت عندي كام سنه؟ قالت لي انا اتجوزت وعندي 15 سنه على ما اذكر، والله يعني انا الكلام ده من سنين طويله، اتجوزت عندها 15 سنه. عمتي الثانيه اتجوزت عندها 11 سنه. حد متخيل حاجه زي كده؟ يعني اذا كان في عصرنا هذا في الاربعينات وفي الخمسينات كانوا بيتجوزوا في السن المبكر ده، يا جماعه ده لحد، عايز اقول ايه، عايز اقول لحد الستينات والخمسينات في مصر كانت البنت بتتجوز عندها 17 سنه و16 سنه، وفي بنات لحد النهارده بيتجوزوا عندهم 17 و18 سنه. فلا عجب ان تتزوج عائشه من اكتر من 1400 سنه يا جماعه، وانتوا عارفين ساعتها البنت كانت صحيح يعني بنت التسع سنين في عهد النبي عليه السلام بمقام واحده عندها 25 سنه النهارده، قوه ومنعه وما شاء الله وطول بعرض وتقدر تشيل اعباء البيت كله بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى البيئه هي اللي بتحكم فضل الله. ولذلك خد بالك من حاجه، المشركين لما حبوا يتهموا النبي، وركز معايا في الحته دي، والله دي اعظم حاجه ترد على الشبهه دي. المشركين كانوا بيكرهوا النبي قوي، اكبر دليل دبروا 9 مؤامرات لقتل النبي، اذوا النبي، اتهموه في عرضه، طردوه من مكه صلى الله عليه وسلم، قتلوا اصحابه، قاتلوا النبي، عملوا كل اللي يتعمل عشان يهدموا دعوه النبي عليه الصلاه والسلام، واتهموا النبي بانه كاهن وشاعر وساحر، لكن محدش منهم اتهمه وقال اتجوز بنت صغيرة. واضح يا جماعة؟ يعني لو كانت دي تعيب او حرام او كانت منقصة في حق النبي ما كانوش المشركين هيفوتوها، صح ولا لا؟ ركزوا معايا في الحتة ديت، لو كانت دي منقصة، لو كانت عيب، لو كانت مشكلة في حياة النبي انه يتجوز من امنا عائشة في السن المبكر ده، والله ما كان المشركين هيسيبوها له ابدا. لكن حد فيكم قرأ في سيرة النبي وسمع حد من المشركين بيقول ده اتجوز بنت صغيرة؟ ما حصلش. فده أكبر دليل على إن الزواج في السن دوت في الوقت دوت كان عادي جدا، واضح؟ وده أكبر دليل إن ما فيش أي مشكلة. طيب رقم 6، إن النبي اتجوز في سنة 2 هجرية. وركزوا معايا، أنا فاضل لي دقيقتين قبل ما أخش على إيه؟ على الفاصل بقى ونستقبل اتصالاتكم الجميلة. النبي اتجوزها في سنة 2 هجرية، و2 هجرية دي يا جماعة كانت بداية نزول التشريع، خدوا بالكم، فكان مطلوب إن تكون واحدة صغيرة وتكون عايشة مع النبي، وإن هي تكون داخل البيت تسأل كتير وتتكلم كتير وتعرف كتير عشان تعلم الأمة كل اللي اتعلمته. ولذلك من حكمة ربنا يا جماعة وركزوا معايا، إن عائشة لم تنجب عشان ما تنشغلش بأولادها، والحكمة التانية إن النبي حبها جدا علشان يقول لها كل اللي هي عايزه تعرفه، والحكمه الثالثه ان هي عاشت مع النبي 9 سنين، اتجوزها عندها 9 سنين ومات وعندها 18 سنه، عاشت من بعده 47 سنه تبلغ الدنيا كلها سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اخر نقطه اللي هي رقم 7، ان الشبهه دي ظهرت من كام سنه؟ من 50 او 60 سنه، فلو كانت شبهه كانت ظهرت من مئات السنين. يبقى إذن جواز النبي من أم عائشة عمره ما كان شبهة أبدا، وزي ما قلت لكم لو كانت شبهة والله الذي لا إله غيره عمر ما كان حد من المشركين هيفوتها ولا يسيبها للنبي أبدا، بالعكس كان هيقولوا ويقدحوا في النبي يقولوا في الجواز بنت صغيرة. فلما لم يقولها المشركون كانت ما هي الشبهة ولا فيها أي حاجة. أخوها حبيب أخت الفاضلة مستني وعلى شوق شديد جدا نسمع صوتكم واسمع اسئلتكم الجميله الخاصه بحكمه تعدد زوجات النبي وحكمه زواج النبي من امنا عائشه في السن المبكره ديت. القاكم بعد فاصل قصير، صلى على الحبيب. حضن البيوت محبه ولحظه صفاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل الاخير، وربنا يجمعنا واياكم على الخير، ومنتظر اتصالاتكم الجميله على يعني احر من الجمر وفي شوق شديد جدا جدا لسماع اسئلتكم الجميله. ومع معانا الاشيط، سلام عليكم من بلجيكا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحبك في شأن احبك الذي احببتني فيه، ربنا يخليك يا استاذ رشيد. عندي سؤال ومداخلة يا شيخ. اتفضل استاذي. عندي سؤال يتعلق، انا متزوج ولي طفلين. نعم. واعيش في بلجيكا. نعم. وقررت العودة الى بلد، لكن نعم. تفاجأت برفض الزوجة. نعم. وانا اريد ما حكم الشرع في هذه الحالة، يعني الزوجة رفضت الى انفصال. الزوجة بلجيكية ورفضة ترجع معاك بلد ثاني. لا 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 لا، هي من نفس الجنسية. من نفس الجنسية. من نفس الجنسية. وهي رافضة ترجع معاك البلد. نعم.
والله أنا حائل. طيب طبعا احنا عايزين نقول يا جماعة ربنا يبارك فيك يا استاذ رشيد. عايز اقول لأخوي وحبيبي عايزين نوجه رسالة لزوجة حضرتك. الزوجة لابد ان هي تطيع امر الزوج في كل شيء فيما عدا اي معصية لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فعايز اقول للزوجة لزوجة اخوي الفاضل وكل زوجة ان لابد انك تكوني مطيعة لزوجك. زوجك عايزك تعيش في البلد لازم تروحي معاه. تنتقلي البلد تانية لازم برضه تنتقلي معاه. فعايز اقول لا يحق لها ذلك. لكن مش عايزين نوصل للمرحله مساله الطلاق يا اخ رشيد علشان يعني المساله برضه مش عايزين ربنا يبارك فيكم مش عايزين خراب بيوت. عايز برضه نقول نوسط ناس حكم من اهلي وحكم من اهليه ونحاول نقرب المسائل شويه ونحاول نشوف ايه اللي مزعلها من رجوع للبلد ويمكن يكون في مشكله تقدر تحلها. لكن خلي الطلاق دي يعني مساله تكون بعيد عن حسبان حساباتك. ربنا يبارك فيك يا اخ رشيد وربنا يبارك لك في زوجتك ويدارك يا رب العالمين. مين معانا يا شريف؟ الاخت شيماء من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بسالك على كم في موضوع مهم جدا الله يخليك وتصلح حال المسلمين. الله يخليك يا رب يا رب حال الامن. وانا كنت اسال حضرتك هل يجوز للام ان هي تقبل زوج بنتها؟ نعم. هل يجوز للام انها تقبل زوج بنتها؟ زوج بنتها ده يعتبر في مثابه ابنها. طبعا يعني ربنا يبارك فيك دي تعتبر يعتبر ابنها وهي تعتبر امه بمثابه امه. نعم. فلا باس بذلك ما فيش اي مشكله خالص ان شاء الله. جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك يا شيخ. ربنا ينفع بيها المسلمين. ربنا ينفع بيك. ربنا ينفع بيك ويحفظك يا رب العالمين وعلى قدرك. الاخت حسناء من ايطاليا. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ على القضيه اللي طرحتها للرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. ربنا يحفظك. يعني نشكر محاضرتك ودرسك على الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. طب وقتك تنزل شويه منك يا شيخ انك تدعي لنا بالخير. تدعي لنا ان يلون ويلون الله لنا ما في بالنا من خير ومن ما نريده يا شيخ. ربنا يكرمك ويبلغكم ما تريدون ويسعد قلوبكم في الدنيا والاخره ويبارك فيكم. والله يا شيخ نحبك في الله ونتمنى دعواتك لنا في بلاد الكفر. ربنا يكرمكم يا رب العالمين. احنا عايزين نقول حاجه. عايزين بدل ما نقول احنا عايشين في بلاد الكفر طب ما نحول بلاد الكفر دي لبلاد اسلام. ما تيجوا احنا كمسلمين المسلمين اللي عايشين في ايطاليا اللي عايشين في انجلترا اللي عايشين في امريكا اللي عايشين في اي مكان يحاولوا يبذلوا جهدهم في الدعوه بفضل الله سبحانه وتعالى بالدين والخلق والصوره الجميله والسلوك العملي. نحاول نعرف ايه هي اخلاق المسلمين وبكده ينتشر الاسلام وتبقى كل البلاد تبقى دول اسلاميه بفضل الله سبحانه وتعالى. ام محمود من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. انا فرحانه قوي 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 ان انا بكلم حضرتك. ربنا يفرح قلبك. والله العظيم انا نفسي كنت اكلمك اول مره في حياتي اللي انا اتصل. الله يخليك يا ام محمود. والله العظيم انا بحبك في الله. والله ربنا يحبك ويسترك يا رب. انا بس عايزه اطلب منك طلب. عايزك تدعي لي بس. ربنا يحفظك. تدعي لي بالهدايه وتدعي لاولادي والجوز. ربنا يهديك ويهدي ولادك وزوجك يا رب. وبالشفاء. ربنا يخليك. ربنا تعبانه. ربنا يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين. انا مبسوطه قوي 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 ان انا اتصلت بحضرتك. والله العظيم ربنا يسعد قلبك ومش مصدقه نفسي. ربنا يبارك فيك يا ام محمود ويسعد قلبك يا رب دنيا اخره. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. ربنا يديك الصحه يا رب. دعواتك يا ام محمود. ربنا يبارك فيك يا رب. جزاكم الله خير. الاختي امام من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخ والنبى عايزاك تجهز لاولادي ان ربنا يهديهم ويقلب بين قلوبهم لاني ابني الكبير تعبني جدا ويعني عقليا وبسبب ان ابوه يعني هاجرني وسايب البيت بقاله سنه. ربنا فالولاد على خلاف باستمرار وانا متحمله يعني الامرين عشان خاطر. ربنا يصبرك ويكرمك يا شيخ انك تدعي لهم ان ربنا يقلب بين قلوبهم. يا رب يقلب بين قلوبهم. وانا مش عارف اعمل ايه مع جوزي ده. هل ان انا اطلب الطلاق عشان ولادي يبتدوا ولا افضل على الصبر دوت؟ لا ده انا عايز اقول لك حاجه يا اختي ايمان. ربنا يبارك فيكي. انا عايزك تكون عندك ثقه في الله عالي قوي. قربي من ربنا اكتر. هو حبيبك سبحانه وتعالى. قربي له وقولوا له يا رب قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. يا ربي قلب زوجي ان انقلب ضدي يا رب اجعل قلب زوجي ينقلب بالحب ليا يا رب العالمين. هتلاقي زوجك جاي لك وبيقبل الايادي وبيقول لك سامحيني. وبالنسبه لاولادك قومي بالودعي وقفي بين ايدين حبيبك سبحانه وتعالى. قولي يا رب اهدي لي اولادي يا رب خلي قلوبهم يا رب تحن عليا يا رب يا رب. الدعاء الدعاء يا اخت ايمان والله هتشوفي ثمره جميله قوي. ربنا يبارك لك فيهم ويرد لك زوجك يا رب العالمين.
الاخ ايهاب من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ازيك يا استاذ ايهاب؟ والله انا فرحان انا بكلمك يا شيخ محمود. ربنا يسعد قلبك دنيا واخره. انا بحبك في الله. الله يا شيخ محمود احبك الذي احببتني فيه يا استاذ ايهاب. ربنا يخليك. والله انا بسمع صوتك والله العظيم. ربنا يسترك يا اخويا ويبارك في عمرك. بعد اذنك بس سؤال صغير. امرني. حضرتك بس عايز اعرف بالنسبه للعلاقه الزوجيه بين الرجل والمراه. نعم. يعني عايز افهمها يعني اعرفها. معلش اسمع سؤال ثاني يا استاذ ايهاب. معلش عايز اعرف بس العلاقه الزوجيه بين الرجل والمراه. ومالها؟ عايز اعرفها من حضرتك يعني. العلاقة الزوجية العلاقة الخاصة يعني. هو العلاقة الزوجية ان شاء الله هنتكلم بقى لسه بعدين ان شاء الله عن اداب الزفاف وهنتكلم عن ليلة البناء وهنتكلم عن هذه المسائل طبعا هنتكلم فيها طبعا باسلوب لا يخدش احد على استحقاق شديد جدا جدا لكن هنتكلم عن الاداب النبوية وعن السنة في هذه المسألة ان شاء الله في حلقات مقبلة لما نيجي نتكلم بقى عن ليلة البناء. ربنا يبارك فيك يا استاذ ايهاب. عينيا حاضر. لكن عموما ان شاء الله يعني عايز بس اهدي حضرتك حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف ان كل حاجه في الزواج عباده. عباده ما هي الشهوه ولا قضاء وطر ولا اي حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيحين وفي بضع احدكم صدق يعني في اتيان الرجل امراته في الحلال صدق. قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته يكون له بها اجل؟ قال اجل. ارايت ان وضعها في الحرام اكان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك اذا وضعها في الحلال فله بها اجر. ربنا يحفظك يا استاذ ايهاب ويبارك في عمرك يا رب العالمين. امين. معانا يا استاذ شريف. طيب نشوف بقى بعض الرسائل اللي جايه لنا. الايميلات بتاعه الليله رقم 35 وانا سعيد قوي ان انتم مستحمليني بقى لكم 35 ليله. ربنا يصبركم ان شاء الله لحد ما نوصل ل 1000 ليله وليله ان شاء الله. الاخت بتقول انا من تونس ابلغ من العمر 25 سنه اعمل في تقنيه في وحده بحث وحصلت لي اقامه يعني مختصر الموضوع ان اتخطبت مرتين وفي كل مره بيحصل لها مشاكل وبتتغير وبتقول مره واحده بكشر ومره واحده بلاقي نفسي صفراء اللون وبيتعكر مزاجي. انا عايز اقول لك اختي الفاضله عليك بسورة البقرة تقرأ على مية وتنفخي في المية سواء حضرتك تقرأيها أو حد يقرأ لك على مية. خد المية ديت حوشي منها 3-4 أزايز اشربي منها بق الصبح وبق بالليل وبقية المية دفيها وحطيها بخاخة المكوى وجوه غرفة النوم رشي جسمك وما تنشفيش والبسي فضل الله خلال الأسبوع كل ده هيروح إن شاء الله وإن شاء الله نسمع خبر جوازك في الحلقة اللي جاية إن شاء الله. سؤال يا شيخ هل هدم القدس من علامات الساعة الكبرى؟ الأخت بقى يا مرابط أختي الفاضلة هدم القدس ليس من علامات الساعة الكبرى بل الأخطر من كده أنه لن يهدم الأقصى. ليه؟ لأن بفضل الله من علامات الساعة الكبرى نزول سيدنا عيسى بن مريم كما تكلمنا في رحلة إلى الدار الآخرة وهينزل سيدنا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في وقت صلاة الفجر مسندا على جناحي ملكين فيجد المهدي عليه السلام يلاقي المهدي بيصلي بالمسلمين صلاة الفجر فإذا رآه المهدي عرف أنه عيسى بن مريم عليه السلام فهيرجع لورا علشان يقدمه هو إمام فيقول له عيسى عليه السلام بل أنت إمامهم تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة. فالأقصى لن يهدم اطمنوا حبايب قلب ربنا بارك رب العالمين وأسأل الله عز وجل أن يأخذ اليهود أخذ عزيز مقتدر بالله عليكم. قولوا آمين آمين. الأخ من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ازيك يا استاذ كمال؟ اشهدك في الله احبك في الله والله حبك الذي احببتني فيه. ربنا يعزك. ربنا يعزك يا شيخ محمود. ارجو منك الدعاء يا شيخ محمود والله. ربنا يثبتنا يا اخ كمال ويبارك في عمرك يا رب ويستر الدنيا يا اخي. الاتصال انقطع. الاستاذ اشرف من مصر. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته يا شيخ محمود. عليكم السلام يا استاذ اشرف. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. احبك في الله. حبك الذي احببتني فيه. فعلا احبك في الله ولي طلب شخصي لو بعد اذنك. امورني تحت امرك. ربنا يبارك لك. لو انا استسمحك بس لان انا نفسي الموبايل الشخصي بتاع حضرتك. انا يا حاضر. موضوع خاص. حاضر. جدا عايز اخد راي حضرتك فيه. حاضر وخذه كنترول عينيا. حاضر يا استاذ اشرف. ربنا يبارك لنا فيك. انا يعني مش عارف انا بقول لك انا يعني نفسي اوصل يعني اكون زي حضرتك كده نفسي. ربنا تعمل ايه مش عارف اعمل ايه. اكيد انت احسن مني. لا 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 لا. يعني استحاله اكون احسن منك شيخ. لا ان شاء الله تكون احسن مني يا استاذ اشرف وانا عايز اقول لك حاجه. والله العظيم انا بتقرب الى الله بحب كل مسلمين ولا اظن نفسي الا خادم لكل مسلم. ربنا يا رب يستخدمنا ولا يستبدلنا وربنا يا رب يجعلنا يعني فعلا كما وصف المولى عز وجل عباده المؤمنين اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. الاخت جليله من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فرحانة أول ليلة حكمتك. ربنا يفرح قلبك ويفرح قلوب شعبنا الجزائري الجميل. الله يخليك يا أختي جليلة. أنا عايزة
هقول لك يا شيخ ان جوزي بيكتب عليها. نعم اتفضلي اختي جليل. انا متربكه قوي. معلش مش الصوت مش واضح عندي. معلش اتفضلي اختي. نعم انا فرحانه. ربنا يفعل بك يا رب ويسترك يا رب. امور اختي جليل في سؤال حضرتك. ايوه اتفضلي. احمرك جوزي بيكتب عليها الشهر يعني. نعم انا مش الصوت مش واضح عندي يا استاذ شريف. معلش. طيب صعب السؤال. طب الكلام مش واضح مش عارف. معلش. طيب اتفضلي اختي جليل. انا سامع حضرتك بس من الصوت مش واضح. مش عارف. مش فاهم. مش السؤال مش واضح. طيب قطع. الاخت ام كلثوم من المغرب بتقول اسالك يا شيخ محمود اتبع الاخ يوسف بشفاء ربنا يا رب يشفيه رب العالمين. فهو مصاب بمرض في الكبد وهو الان تارك للصلاه. ليه اخ يوسف تترك الصلاه ليه؟ بالعكس ده انت حتى لو ربنا يا رب يشفيك ان شاء الله ويعافيك حتى لو مصاب باي امراض اخطر من كده حتى الواجب عليك ان انت تواظب على الصلاه. لو مش قادر تصلي وانت افصل وانت قاعد مش قادر وانت تصلي وانت نايم مش قادر وانت حتى ولو بعينيك مش قادر تتيمم اوعى تترك الصلاه. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك ويشفيك. الاخت ساميه بتقول هديتي للنبي عليه السلام ان ارتديت النقاب والتحقت بدوره العلم علوم شرعيه ودراسه علم التجويد. دي لي يا شيخ بالتوفيق. ربنا يوفقك اخت ساميه ويحفظك. الاخت منى من المغرب هديتي لحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين والخميس واسالك بالله يا شيخ ان تدعو لي ان يرزقني الله زوجا صالحا يا رب يجوزك انت كل بنات المسلمين. اختي بتقول انا تزوجت الشاب من الشات من على الانترنت. قال لي تزوجتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله فهل هذا الزواج صحيح؟ لا طبعا هذا الزواج غير صحيح لأنه لم يتوفر فيه شرط الزواج اللي هو لا نكاح إلا بولي وشاهد عقد. مين معنا السيف؟ عبد الغفور من لبنان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية فضيلة الشيخ. الله يخليك يا أخي عبد الغفور. فضيلة الشيخ بدي أسألك سؤال. تفضل. يوم المولد النبوي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الاحتفال فيه حرام؟ ربنا يبارك فيك أخويا وحبيبي. احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول عبد الغفور الأمة لابد انها تبتعد عن الإفراط وعن التفريط. مش عايزين نقول الاحتفال بمولد النبي حرام ومش عايزين نقول حلال. عايزين نقول الوسط. كيف نحتفل بالمولد النبوي؟ هل هنحتفل يعني عايزين نقول الكيفية هي المسألة مش مسألة. احنا طبعا سعداء جدا جدا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما نتذكر ميلاد النبي عليه السلام بنتذكر فضل المولى عز وجل مش على المسلمين وبس على العالمين. ربنا قال كده وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. لكن كيفية الاحتفال أخوي عبد الغفور هنحتفل بالنبي ازاي؟ نحيي سنة النبي نعرف سيرة النبي نعرف أخلاق النبي نعرف ازاي نتبع النبي أجمع ولادي وأعرفهم هدي النبي سنة النبي وسيرة النبي وسلوك النبي مش إن أنا بقعد أكل حلاوة وحمصية سمسمية وروح نقعد نعمل ليلة وصرادق ونقعد لا طبعا الكلام ده غير جائز. لكن الجائز في هذه المسألة إن احنا نحتفل ونفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم احتفال شرعي. الأخت أسامة الأخ أسامة محجوب خيري من أسوان بيقول أرجو من حضرتك تدعي لي بالثبات على الطاعة وإن ربنا يقربني ويرزقني حسن الخاتمة. آمين يا رب العالمين. ربنا يثبتك ويحفظك ويبارك في عمرك. الأخت بتقول او الاخ عفوا خالد درباج ابو عاصم من الجزائر احبك في الله هداني الله عز وجل الى طريقه وسيره الرسول صلى الله عليه وسلم واني اعمل الان في بناء مسجد تطوع في سبيل الله هديه للنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيك. ومن بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنه. نبقى نيجي نزورك في البيت الجميل ده في الجنه ان شاء الله. عاشق الرسول بيقول هديتي الى حبيب قلبي ومهجة فؤادي ونور عيني طبعا محمد صلى الله عليه وسلم بان احبه الى اكبر حد ممكن وان اجعل له مكانه خاصة في قلبي يستحق النبي صلى الله عليه وسلم يكون لي أعظم مكانة في قلب إنسان بعد محبة الله سبحانه وتعالى. بيقول أنا كنت أحفظ جزء كبير من القرآن ونسيته من اليوم إن شاء الله سأولى بحفظ القرآن هدية لحبيبي صلى الله عليه وسلم وأصوم الاثنين والخميس. ادعي لي فضيلة الشيخ بزوج صالح والتوفيق في دراستي ولأخي طلال بالهداية والثبات. ربنا يرزقك يا رب زوج صالح ووفاك. الأخت زهرة من المغرب أو زهرة من المغرب بتقول والله العظيم أنا وأبويا بنحبك في الله وبنشاهد كل حلقاتك الله يجزيك عنا كل خير. هديتي للنبي عليه السلام الصلاة عليه كثيرا وقيام الليل وغض البصر. ربنا يفيك ووالدك وأسرتك الكريمة. السلام عليكم شيخنا نحن أسرة مغربية نحبك في الله. طب معنا تليفون. مين معنا الشريف؟ مختار من الجزائر. يا أخي مختار من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أحبك أحبك الله. يا شيخ ايوه تفضل. هناك
علماء. اتفضل. علماء الدين. نعم. هناك علماء الدين. علماء الدين نعم، من هم؟ يتكلمون على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ولكن لم يفهموا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي اللحية. نعم. مطلوب منهم؟ أن يفهموا هذه اللحية. هناك من العلماء من يتكلمون عن حديث اللحية؟ لا، يتكلمون عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن سوى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هم يتكلموا عن حياة النبي انهم لا يتبعوا سنة النبي في اللحية. نعم صح كده؟ نعم. وصل السؤال كده صح؟ نعم، تفضل. من فضلك هذا العلماء؟ نعم. هل هذا علم يتكلمون فيه؟ أو حقيقة ما في صدوري؟ ربنا يبارك فيك أخي مختار، ربنا يحفظك. سؤال واضح. يعني هو أخونا مختار بيصير نقطة مهمة جدا، هو مش المقصود اللحية بحد ذاتها بالذات، يعني هو قصده أن هل يجوز أن يكون عالم ويكون سمته ما هوش سمت أهل السنة؟ احنا عايزين نقول طبعا يا جماعة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين نقول يا جماعة ان 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 ظهور الإنسان بيقولوا كده بتوب المهنة مطلوب. بمعنى انا لو رايح للدكتور احب ان اشوف الدكتور لابس الباسط بتاع الدكتوره، ورايح عزكم الله لميكانيكي احب الاقيه لابس العفريته بتاعه اللي بينزل بيها تحت العربيه، رايح لمش عارف المهندس احب الاقيه لابس لبس الهندسه وماسك المسطره حرف تي، رايح لداعيه احب يكون الداعيه شكله داعيه، شكل الشيخ يبقى شيخ بالقوي. مش بشترط عليك لبس محدد، لكن بنقول ان يا ريت يبقى شكلنا زي شكل النبي. شيء جميل، انا بشاركك الراي يا اخي مختار، ربنا يحفظك. لكن مش معنى كده ان احنا بقى لو داعيه يعني مقصر في مساله ما هنرفض كل علمه علشان مقصر في مساله ما، وان كانت المساله كبيره او صغيره. عايزين نبقى منصفين برضه يا جماعه، ويبقى منهجنا منهج وسط، ان احنا يبدو ايه بنقول في بعض الناس او في ناس سيئاتهم تدوب في بحار حسناتهم، فعايزين برضه نكون منصفين. ربنا يبارك فيك يا رب. معانا اخر تليفون، عبد الوهاب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك، الله يسلمك. دلوقتي احنا عرفنا ان ربنا حرم التبني. نعم. طيب ايه حكم الناس اللي بتجيب اطفال مثلا ما لهمش اهل وبيربوهم في بيوتهم؟ اقول لحضرتك انطبق عليهم حكم التبني ولا ما انطبقش؟ هقول لحضرتك سؤال واضح يا استاذ عبد الوهاب. على فكره الموضوع ده خطير جدا. عايز اقول حاجه يا جماعه، لو ان واحده حرمت من مثلا من الذريه او غير ذلك، ونفسها يبقى عندها ولد او بنت، انا انصحكم نصيحه حلوه قوي تخرجنا من دايره الخلاف ده كله وتحل لنا الاشكاليه الكبيره دي. نعمل ايه؟ نجيب طفل صغير او طفله صغيره في سن الرضاع اللي هو من سن يوم لحد سن سنتين، وهذه الام يعني طبعا الاطباء يقدروا يعالجوا لها النقطه ديت، تحاول ترضع الطفل ده 5 رضعات مشبعات في الوقت دوت. هي بقت امه في الرضاعه، وجوزها بقى ابوه في الرضاعه، ويبقى العيله كلها تبقى عيلته خلاص، والمشكله انتهت، ومش هيتبنوه مش هيكتبوه باسمهم، لكن لا هيعيش معاهم كولد او كبنت، هيعيش معاهم وهيبقى محرم ليهم، هم محرم ليه ما فيش اي مشكله خالص، لكن مش هيتكتب باسمهم، لان هنا هيحصل المساله هيخش في موضوع الميراث، والميراث هنا هيحرم اصحاب الحقوق الاساسيه في هذه المساله. لكن عايزين نقول يا جماعه ان احنا بس كده بنحل اشكاليه ان هو يقيم معاهم، لانه لو عاش معاهم الولد وعن طريق ان هو يعيشوه من غير بقى رضاع الى غير ذلك، فالمساله هنا تعرضنا لمشاكل شرعيه فيما بعد، يعني محتاجه تفصيل بعد كده. لكن الوقت معاكم بيجري بسرعه. بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهر وتغرق في بحر السكوت، بيوت من إزاز بفرش وجهاز لكن